لها حنجرة مدربة مثقفة أهلتها لأن تبلغ ناصية التأثير في الاتجاهات الجمالية في فن المقام. لقد انتزعت هي شهادة تؤهلها للوقوف بقامتها أمام قامات شتى من رجال احتكروا هذا الفن، فنازلتهم النساء، فريدة إحداهن، بل هي الآن أبرزهن. حييت سفحك عن بعد فخريني يا دجلة الخير يا دجلة الخير يا أم البساتي حييت سفحك ظمآنا حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء جميل. شكرا لك فريدة محمد علي، شكرا لك محمد حسين قمر. اعتقد هذا من الأورفة صح؟ من مقام الأورفة نعم. الأغنية هالبستة بيات، ممكن تصير على البيات، على الشعر البوذية، على البيرزاوي، لكن هي نفس النغم، فممكن مع الأورفة لأن الأورفة أيضا من البيات. الأورفة نعم. هو شيء أستاذك حسين الأعظمي نعم قال أنه درست 42 مقام. نعم. فهو كان وراي بالحفلة بجبل قلعة بعمان. فعلا صحيح. فقلت له ما أعرف شلون، قال إنه هي زين الأورفة عندها، زين تجيد الأورفة. فيبدو الإجادة بتكون الأورفة ولا بيش تمتحن المواد المقام. والله هو أنا حقيقة أول ما دخلت المعهد دراسات النغمية التزمني أستاذ حسين الأعظمي، وأول ما بدأ حفظني مقام الأورفة باعتبار مقام يتخلى لإيقاع ويعني سلس شوية وحركة يعني يكون أكثر، وهي طبعا هذه المقامات الأورفة والبنجيقة وبعض المقامات اللي البسيطة شوية، مو مثل مقام حجاز ديوان، هاي المقامات اللي تتخلى لها ميانات عالية وجوابات وجلسة ويعني بها تفاصيل كثيرة. فالأورفة يعني تعتبر مقامات السهلة بالنسبة للطالب في بداية يعني المرحلة الأولى الأول يعني بالمعهد. طيب هو كان عندك قصيدة عن الرصافي تذكريها؟ هي من الأورفة.
هي أنا أول ما قدمت الشعر اللي رقت لوصف جمالك الأقوال ورأتك فابتتنت بك العذال، هذه بالبداية قدمتها أيضا على مسرح الرشيد وأخذت صدى واسع آنذاك من عام 85، كان هو حفل سنوي للمعهد، وأيضا اشتركت به في مهرجان اليوم الفن عام 85. بعد أن اختمر عندي هذا المقام بديت يعني تسللت إلى مقامات أخرى. سللتي ليش؟ لأن لازم كان المطلوب على عاتقي أنه أستمر. سللتي لو تسلسلتي؟ صعدت تسللت يعني هذا أقصد كلمة تسلل يعني تصاعدت في المقامات، يعني من بديت من السهل إلى أن أخذت صارت عندي خبرة، بعدين رحت على المقامات اللي شوية أصعب اللي شوية أصعب وهكذا. بس أنت بديتي دشت صح؟ أول ما اختبرني أستاذ منير بشير قدمت شيء من مقام الدشت، وأنا كنت أحفظ دائماً الزهور حسين مثلاً الأغاني الفارسية لأنه عندهم دشت جداً جميل، وكنت أسمع دائماً الدشت للقارئ المقام حسن خيوكة وكذلك يوسف عمر والقبنشي، فكنت أجمع من كل هؤلاء. منو هايدن؟ هايدن؟ طبعاً أنا جداً من يعني أتأثر بها دائماً لأن صوت ذو مساحة واسعة، وما أعرف من بديت بالمقامات وبالدشت تأثرت بها كثير أخذت منها هواية. نسمع شيء من الدشت من هايدا؟ ممكن إيه. يلا ممكن أبو فريا. أنا طبعاً أحياناً أستخدم مثل من أقدم الشعر بوذية والدشت الكلام الفصيح الشعر الفصيح بعدين أروح على الكلام الفارسي. بالكمان. ليش بالكمان بدل؟ يعني أعطي شوية الجو. رضيت به مولا رضيت به مولا ولم يرضى بي عبدا Thank you.
مستيام درد منو دقي دبان ميكون خمم من راه نمیکنه من راه نمیکنه من راه نمیکنه لا تدانی اموت فی اشتياقا يا عراق وخلدا هي لا تداني أموت فيك اشتياقا وخلدا واتخذني لعبدي عبدك عبد يا 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 هذا نموذج حتى بالقبول بس الغريب انه فريدة محمد علي بدت مع الباند الغربي مع الهم المدفعي نعم اي انا حقيقة بديت مع فرقة الانشاد في قسم الموسيقى اللي كان يرأسها الاستاذ حسن شكرشي غنيت خلف أكثر المطربين اللي مثل الفنان حسين نعمة والفنان الراحل رياض أحمد فنان العزيز ياس خضر السيدة أنوار عبد الوهاب أحلام وهبي السيدة مائدة نزهد السيدة أمل خضير يعني هؤلاء طبعا أنا كنت صغيرة بالنسبة يعني صح عندي الصوت لكن بعدني صغيرة ما ممكن أملي المساحة الغنائية بديت انصقل صوتي من خلال هذه يعني فرقة الإنشاد والكورس وكان أكو فد فكرة فرصة للأستاذ الهام المدفعي أنه كان يحتاج منشدين معه حتى يعني تعرف حفلات كثيرة وتسجيلات كثيرة فكان يحتاج أصوات منشدين فكنت أنا من الأصوات الجيدة بالنسبة للمنشدين فاختارني وهذه كانت أيضا إلي فرصة أنه أدرب صوتي ويصير عندي خبرة أكثر خبرة المسرح خبرة دخول الاستوديو كيف تتعامل مع الاستوديو مع المطربين شلون يكون فهذه بديت بيها بصراحة كان عمري تقريبا يعني أتذكر دخلت الإذاعة بالـ76 75 وحتى بالبدايات دخلت إلى قسم الأطفال من أيام كان عمو زكي يعني 76 أنت مواليد 63 أي كان عمرك لا أنا حتى منها قبلها يعني كنت بعد أصغر كنت دائما أروح ويا والدي للإذاعة فأحب كان عندي فت فضول أحب يعني أتعرف أشوف الفنانين المطربين كيف يعني يتعاملون شلون يتحدثون وكنت لأن والدي كان يدخل إلى الاستوديو وحضر برامج بروجرام فأني كنت أدخل الاستوديو أتسلل على مود حتى أتعلم أو شو شلون يعني يتعاملون مع الميكروفون هو عندكم تجمعون كل المقامات في صنع بالسحر يعني الصبا نوى صنع بالسحر الصاد صبا نوى نوى العجم الباء بيات السين سيقا الحاء مجاز والراء رست رست صنع بالسحر الأحرف الأولى من المقامات بس انت درست 40 كثير تعرف ليش الأربعين لأن أنا 6 مراحل بالمعهد 6 سنوات فكل مرحلة كان لازم أنا أحفظ فد 6 7 مقامات يعني هذه من خلال يعني متطلبة من عندنا من دراستنا ولأنه أنا انعرفت بالمقامات وأصبحت علي فد مسؤولية أنه لازم أستمر ولازم أبحث في هذا المجال ف كنت دائما أنا حتى بتعرف كنا بالمعهد الوقت ما يكفي طلاب كثيرين فما كنت أقدر أستفاد كثيرا فبس لكن علاقتي بأستاذ حسين وعلاقتي بالأساتذة ومن خلال علاقتي بأبو ثريا لأن هو أيضا اختصاصه كمجال جوزة ومقامات فخلتني هذه الأمور أبحث كثيرا ويعني أدخل في بحور المقام ف
عملت أكثر عدد من المقامات. بس الريادة الست مائدة نزهد صح؟ أكيد السيدة مائدة نزهد يعني من المطربات القديرات اللي ومن أجمل الأصوات والمؤديات. غنت أيضا تقريبا الست مقامات على ما يعني طلعت على الموضوع. وغنت بشكل جميل الحجاز الحكيمي أتذكر والشرقي راست المدمي أعتقد والركبانيات هاي الأمور أتذكر. إضافة إلى موضوع الصنع بالسحر أنه المقامات هاي المقامات الرئيسية. المقامات الرئيسية أيضا تتفرع من عندها مقامات فرعية تحمل نفس السكيل الموسيقي يعني 40 يعني يطلع منها. لا بالضبط يعني تتفرع من المقامات يعني من الحجاز عندك يتفرع الحويزاوي المدمي عندك مثلا الحجاز ديوان هو كمقام رئيسي عندك مثلا من السيقاع عندك الحكيمي عندك الأوج مقامات فرعية فذني المقامات اللي ذكرتها حضرتك ذول المقامات الرئيسية. نعم الزهيري دائما حكيمي. الزهيري نوع من الشعر الشعر الغنائي هو يأتي أيضا في بعض المقامات يغنى على أي مقام مثل بالمدمي يغنى على الزهيري الحجاز يغنى الشعر الفصيح الحكيمي على شنو الحكيمي أيضا للزهيري مثل المقام يعني الأوج لازم يقرأ الشعر الفصيح يعني هي أكو مقامات رئيسية وفرعية بس أكثر الفرعيات هي يقرأ بها الشعر يعجبني أسمع ركباني محمد ركباني 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 على ال... هي من الركب مو من ال... الحادي كان الحادي. نعم. الحادي هي طبعا هذه دائما ركبانية تأتي بعد مقام الحكيمي هي هلا هلا هيا نعم الغزالي من الركباني الناظم الريادة بالنسبة للصوت النسائي عفوا بس ملاحظة الريادة بالنسبة للمقامات الصوت النسائي تعود إلى صديق الملاية صديق الملاية نعم ريض يا حادي الضعن والفي معاكم سار خلينا ودعا للولف خلينا ودعا للولف ترى بالقلب وجهت نار نار سايم عليك النبي المصطفى المختار سايم عليك النبي المصطفى المختار لوين مسر الضعن وليا نزل يردو جميل اللي هي منها هلا هلا هيا هلا هلا اي هي طبعا تجي هوايه يعني مقاطع بعد لا لأحمد شوقي هذا يعني أحمد شوقي تجي 10 15 يعني حسب هو المؤدي يعني شلون يسلطن هو اجمل من غناه ايضا الفنان الاسم الكبير ناظم الغزالي وعد الركبانيه بلون بموسيقى اعداد موسيقي جديد الملحن العراقي الكبير وديع خندق الفنان سمير بغدادي نعم شوفي اقول صوتك ببحه اقرب الى زهور حسين صح اي شويه شويه بس نسمع من زهور شيء اي تدلل خالة شكو شنهو الخبر دا حكيلي فدوة رحت لك ليش ما تقليلي
خالة تقولي لي صار عيني شكو وما شعلتيني بنار عيني شكو عيني تقولي لي صار خالة شكو والله شعلتيني بنار عيني شكو فدوى شكو خلا عليك الله سمعتي خبر محبوب قلبي عيني يمكن نفر خلا عليك الله سمعتي خبر محبوب قلبي عيني يمكن نفر قلبك علي يا حبيبا انكسر قلبك علي يا حبيبا كسر ما يهمني خلي يروح والله ترتاح من الروح او ما يهمني خلي يروح عني شكو ترتاح من الروح خلا شكو فدوى شكو. جميل. ارجع الى موضوعات انه يؤخذ ناظم الغزالي على أن صوته أقرب إلى الأداء الأنثوي، شو رأيك؟ لا ليش، بالعكس أنا ما أرى هالشكل يعني، بس هو لأنه أبدع في بعض المقامات الراحل ناظم الغزالي. صحيح هو أدى كثير من المقامات، لكن من أجمل ما أبدع بهم أتذكر الحويزاوي مثلا، عندك الحويزاوي الحجاز يعني المخالف. الحكيمي المخالف المدمي، هذه المقامات ابدع بها. وهذه المقامات لانه انا حسب ما اعتقد وسمعت انه هو ما يمتلك قرارات، ما يمتلك قرارات، فهو دائما هذه المقامات ما بيها قرارات يتهرب منها يعني. لا ما يتهرب، بس يمكن هو يرى نفسه وصوته يوصل اجمل اذا لان انا بحقيقه سمعت للبنجيقا مو مثل ما سمعته من يوسف عمر ولا من القبنشي يعني. صح اوكي هو اداك مقام بنجيقا، بس انا ما شفت ذاك الحلاوه مثل ما يؤدي الحكيمي والمخالف. هو احيانا القارئ المؤدي يشوف نفسه في بعض المقامات انه يقدر يوصلها للجمهور وللسامع اكثر واسهل يعني وباجمل. طيب يعني اكو مقام تشوفه صعب تتجنبيه انه ما تغني؟ طبعا اكو في مقامات جدا صعبه، مثلا اكو مقام الحجاز ديوان يعني اديته والان على وشك انه ينتهي من تسجيله. تخافين منه قلتي لي؟ هو ما اخاف مقامات الصعبة من المقامات الصعبة. ليش؟ لانه بها ميانات ثلاثه عاليه وبعدين بها قرارات جدا، فايضا لازم اللي صاحبني مع هذا المقام انه عنده خبره باختيار الطبقة الصوتية، لأن تعرف دائماً النساء مو مثل صوت الرجالي، فلازم أيضاً أختار المقامات اللي ممكن أنجح بها بالصيحات العالية في المساحات. وكل أحوال المقام فن رجالي، أنتوا يعني دخولكم يعني لو كان هل تعتقدين أنه لو كان القبنشي حياً أو يوسف عمر حياً أو ناظم يقبل أن تدخلون على تخصصهم ثقيل؟ أنا حقيقة يعني درست المقامات يعني أنا درستها بشكل أكاديمي، فلوش يعني أنه ما يحق لي أنه أؤدي؟ إحنا هذه الفكرة السائدة أنه فقط الرجال يؤدون المقامات، أنا لست مع هذه الفكرة. يعني هم يتصورون أنه يحتاج إلى قوة عضلية وقوة، بس هو الصوت مو هاي. لأنه إحنا إذا نرجع تاريخيا إلى القرن التاسع عشر يعني والفترة ذيك الحالة الاجتماعية كانت موجودة بالعراق، يعني كان محرم على النساء مثلا حضور الأماكن اللي تؤدى بها المناقب النبوية، الأذكار، المقامات كانت تنتمي إلى الجانب الصوفي الدينية يعني. فطبعا إحنا هاي الأماكن محرمة على المرأة، بعدين مثلا يقدم أيضا في المقاهي على شكل منافسة تصير بين المرأة والمقام، يعني المرأة ما كانت تحضر تقعد بالمقهى في تلك، فلذلك دائما فقط محتكر على الأصوات الرجالية. طيب ممكن الآن يعني أن تؤدين مقام في هذا البرنامج من باب التحدي تشالنج؟ نعم. يعني تصعدين تقول اتحدى اي رجل او اتحدى اكبر مؤدي المقام ان يوصلون الى؟ لا طبعا انا ما احب يعني اني اتحدى كلامهم عندما يقولون المرأة لا تؤدي، ما يصير تؤدي المقام،
هذه كفكرة أتحداها، بس ما أتحدى الأصوات اللي موجودة، يعني مثلاً قراء المقام يعني كثيرين، واللي أيضاً الآن من تهابي تحسيه فتشي؟ طبعاً أكيد اللي أكثر خبرة من عندي وأقدم من عندي، أنا يعني أعتبرهم دائماً هم أساتذتي. يعني مثلاً إذا يعني حقيقة أنا ما أخاف من جمهور، لكن أرتبك عندما يكون أمامي أستاذي مثلاً. يعني مثلاً في مهرجان الأردن كان حاضر أستاذي حسين الأعظمي، وطبعاً في بعض الأصدقاء نعرفهم اللي هم ملمين بالمقام وعندهم معرفة عن المقام العراقي، فكنت شوية يعني ما أرتبك، بس يعني أخلي حسابات كثيرة. فحتى الضحكة قلت له الأستاذ حسين أنا أتمنى ما تجي لحفلتي، كان يقول لي ليش؟ قلت له ما أقدر أغني قدامك يعني. طبعا أكيد لا، بس كان راضي، كان يصفق وصيح الحمد لله وشو. طبعا أنا كتلميذه يشجعني، بس أكيد يعني هو عدى كثير من الأمور، أنه حتى دائما كان يصلح لي بعض الأمور. زين زين ممكن يعني أقول أنه لطيفة غنت مخالف لحن كاظم أغنية حاسب، مو احنا ما نقول هي غنت من نغم المخالف، من نغم المخالف. المخالف المخالف مقام كامل. نعم. وحقيقة من المقامات اللي انت قلتي غنت من نغم المخالف مو المخالف، يعني تعتقدين مادة جديدة؟ لا صعب صعب، لا احنا بنقول مقام اسلوب يعني وروحية تعطي جو مالت المقام. يعني انا اقدر هسه اغني ام كلثوم، واقدر اغني مثلا اغنيه لطيفه. لا خلينا نرجع للطيفه. يعني هل تعتقدين انها نجحت في اداء نغم من انغام المخالف؟ هو كنغم حلو، كاغنيه حلوه، يعني كالحين سؤال كامل. واضح فريد محمد علي أي. هل نجح؟ بس لا ما تقول لي يعني كمخالف ومخالف، لا اسمع منك مخالف. نسميه مقام الشجن العراقي، من أكثر المقامات حزناً، وهو طبعاً بالمناسبة هو عقد خماسي، يعني يتألف من 5 درجات، حتى مو سلم موسيقي كامل، ولا يستطيع غير العراقي تأدية روح هذا المقام. إذن لا يستطيع غير العراقي، وهي تونسية أن تؤدي هذا المقام، وهي متفقة مع الرأي محمد حسين قمر. أي. أقول شيء للمشاهدين، أنه قلت ممكن تغني لي أم كلثوم وردة، ولما قلت أصالة توقفتي.
لا طبعا أصالة من المطربات المؤديات، لكن حقيقة أتابعها فقط يعني ما حافظت لها شيء يعني حقيقة يعني، بس مو لأنه هي مو مؤدية ولا عندها صلة، بالعكس. أسمع من وردة شيء؟ وردة؟ أحب أغانيها طبعا، الأغاني اللي طبعا اللي قديمة يعني من السبعينات تقريبا، اشتروني يا أهل الهوى، لولا الملامة، واحدة من عندهن يعني أسمع اشتروني، ما حفظتها كلش يعني مضبوط، بس عندي أهل الهوى كلش تعجبني. ليش؟ لأنه بيها هذا السياقة يعني أحسه نفسه قريب على ستايلي. تنام على الكمان؟ ما أعرف الطبقة ما راح تغني، خلي بدون آلة لأنه حتى ثانية تختار الطبقة. أنت تعرف أنت يعني إذا تطلعني من الأمخالة وتجيبني على غير نغم صعبة هذه تعرف؟ يا هيل الهوى قبل ما نوني اسمعوني، يا هيل الهوى اسمعوني، طب اسمعوني واسمعوني وافهموني، طب اسمعوني واسمعوني وافهموني، عشقنا 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 سنين ودوبنا سنين من الهوى، ودوبنا يا ما دوبنا يا ما يا ما يا ما دوبنا، وتعذبت قلوبنا دفلي لابلو، كلموا سألوا عن اسمي سألوا عن حبي سألوا، قال ما عرفوش ما شفتوش ما قابلتوش ما عشرتوش، قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا، ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا، وايامنا سوا روح 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 قول له يا هوا، قال يعني وهكذا خلاص. محمد حسين قمر كانه ما سامح اول مره يسمعها مسجم جدا سامع، بس لانه الطبقه ما عرفت وين راح تختار وتفاجئتنا اسئلتك. هو كمال النجمي يقول انه ام كلثوم تطرب حتى لو غنت ريان يا فقل، حتى لو غنت ريان يا فقل. سمعيني حاجه اسمع ام كلثوم. ام كلثوم على السريع يعني. انت عمري ولا لا؟ انت عمري. اوكي تعالي. هذا من الكرد اللي هذا تحدث. الكرد. رجعوني عينيك لأي علمونا ندم على الماضي وجراحه، رجعوني عني علمونا ندم على
قبل ما تشوفك عيناي. أنا عمري ضايع يحسبوه إزاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا. عمري ضايع يحسبوه ازاي علي علي وانت عمري ست. والله برافو عليك. تسلم. انت اليوم طلعت اكو شيء يعني انت اليوم طلعت ذهنك اكو شيء. والدتش من جورجيا صح؟ من اذربيجان. من اذربيجان. طيب اكو يعني جورجين عراقي صح يا محمد حسن؟ جورجين ايقاع عراقي خالص. الابستات العراقيه كلها على ايقاع جورجينا والمقصود. على العموم في واحد كان يعني ايام المهرجان يعني كان يا حمام تقصد اعتقد يا حمام اي هي حقيقه هي هاي النغمه تقريبا يمكن زنقران احنا نقول عليها يا حمام النوح يعني هم هي عجم هي النوح ولا الدوح؟ لا النوح. النوح هي طبعا الاغنيه عجم بس اني لانه سلطنت وحبي للعراق والحنين فاحيانا اذهب الى اجواء اخرى يعني يلا خلينا نتصوف بالغناء يلا تصوفي الان. بس ملاحظه انه ايضا تاريخيه وموسيقيه انه هاي ايضا الحان الملحن الكبير صالح الكويتي بس احنا غيرنا جزء راح تاخذ الماجستير صالح الكويتي هو دا حضر اي لا بالحقيقه هاي الاغنيه لسليمه مراد مغنيتها فمن تسمع هالأغنية كقديمة الآن تسمعها بشكل آخر هي نفس نعم عديت أعداد موسيقي جديد وكمان ألف كلمات جديدة دكتور أكرم الحمداني هي تغنيها على الحبيب بس لأن إحنا تعرف بعد ماكو يعني الحبيب خلص تزوجنا فبقى الوطن يعني هو اللي الحبيب تغنيها بهولندا إذا أحسن مما تغنيها هنا لا بالعكس أنا يعني وين ما أشوف جمهوري العراقي تعرف اتشجع اكثر وانسجم اكثر حتى لو كان في فاسكا دي جاما في اسبانيا اكيد اكيد يعني نسمع اذا الحمام في طلعت فاسكا دي جاما ما طول اسم العراق دائما بالقلب وهذا خلاص هاي من قلنا من وين من جورجينا لا ايقاع جورجينا هو من نغم العجم متأكد يا حمام النوح ما يشفي الدليل والجفون تزول ولا دمعة تسيل يا حمام النوح ما يشفي الدليل لا جفون تزول ولا دمعة تسيل بالسهر والقهر بالسهر والقهر خلصت الأعمار وما لنا المهام خلصت الأعمار وما زرنا العراق يا حمام يا سلام يا حمام يا حمام وخلصت الأمار وما لنا المرام
حمام الله يشهد والبشر فرقة العراق تابتني دهر يا حمام الله يشهد والبشر فرقة العراق تعبتني دهر يا حمام الله بس تعرفين أنا عطشت على وني عطشتني وخطر على بالي سؤال أنت بمارسن بهولندا صح؟ إيه نعم لو وقفت بالبلكونة وصوتك بهذه الطبقة يجوز يحبسوك أكيد لا بس إحنا يعني الحمد لله لا هو أنتم مفروض عليكم الهدوء والصمت هناك أكيد أكيد يعني إحنا دائما نحاول من نغني نسوي بروفا أو ندندن شيء بالنهار يعني أكثر شيء بس الويك أند يعني من حقنا لحد الساعة 12 تقريبا أوكي شوفي عندي سؤال يعني أرجو أن تجاوبين علي بغنية وأنا أسأل كل الضيوف البرنامج البرنامج انتهى مع الأسف مر سريع جدا أشكرك بالنهاية لكن يعني كيف رأيت الدنيا فريدة بس أغنية الهجر مو عادة غريبة هي الدنيا هيك هي الدنيا هسه صارت هيك يعني تشتات هجر وهجرة أكيد شفنا دائما أغانينا حتى بالمفرحة حزينة خلاص أسمع الهجر الهجر مو عادة غريبة ولا ولا منكم عجيبة الهجر مو عادة غريبة لا ولا لا منكم عجيبة عرفت من هذا طبعكم كل ماني سوق حليبة كل ماني ردة حليبة
وانهدام ثلثين حالي اتجرعت لا عات منكم وانهدام ثلثين حالي اني جيت ابتعد عنكم لا يطاوعني دليلي اني جيت ابتعد عنكم لا يطاوعني دليلي وغير هذا الشرد اقول لكم ما اقدر اكمل ليش تبكين ليش ابكي يعني من اغنيها ذكر اهلي واحبابي والعراق فاكيد يعني في يعني اخاف من هذه الاغاني حقيقه خافين اوكي اخاف منها لانه دائما انحرج يعني حتى على المسرح تجيني العبره وما اقدر اكمل فيبدي الجمهور هو خطيه يساعدني ويكمل وياي فاسفه جدا لانه الاغنيه هي حزينه والهجر واحنا كليتنا بالمهجر يشترط في كل مؤد للمقام أن يتقن أصوله على نحو مقرر ومسنون كأنه من دساتير النغم لذلك لابد لها أن تتقلب في أداء ما يعهد إليها صعوداً ونزولاً وميانة وتحرير لما بلغتها تسلقت قمم الإنشاد وتعالت حنجرتها فاجتازت حدود الرافدين وذاع صيتها في الأرجاء